صباح الخير لكل المشاهدين. اخترت موضوع اليوم، وبما أنه نحن بفترة الصيام وبفترة رمضان، لنحكي عن أهمية ودور التمور، أهمية ودور الفواكه المجففة، أداه إذا ضفناها على وجباتنا أو اخترناها كوجبة خفيفة ممكن تمد الجسم بالطاقة، تعطينا حيوية، تخلينا نحافظ كل نهار على نسبة تركيز عالية، وبنفس الوقت تخلينا نحس حالنا بنشاط دايم. التمور والفواكه المجففة على أنها بتحتوي على نسبة عالية من الألياف، بتحتوي على نسبة فيتامينات ومعادن بحاجة لها الجسم. إذا كنتوا عم بتتابعوا حمية غذائية وأنتوا بحاجة لحتى تثبتوا وزنكم، وجبة يومياً بين الوجبات الكبار يلي هن الترويقة والغداء والعشاء رح بتكون كافية لحتى تعطيكم مصدر من السكر يلي رح يعطي الجسم ويخلينا نرجلج على الأقل معدل السكر بالدم خلال فترة النهار. رح نروح سوا بريبورتاج صغير حنشوف فيه تفاصيل أكتر، رح نحكي فيها عن فوايد التمر وعن فوايد الفواكه المجففة وهالتنويع فيها. لكل محبي الحلو لقينا البديل، رح نحكي اليوم عن نوع من الفواكه المجففة أو حتى عن نوع من الحلويات يلي هو الفواكه المجففة يلي بيحتوي على نسبة كتير عالية من الكالسيوم، الفوسفور، الصوديوم، المغنيسيوم، الفيتامينات الـ A والـ B والـ C وغيرها، يلي هي كتير قوية وكتير مفيدة لحتى الجسم يضل عنده القوة والطاقة. ودايماً بحكي عن الطاقة لأنه ما في غير الأكل هو يلي بيعطينا هالباور وبيعطينا هالطاقة كلها. هالنوع من المأكولات بيحتوي كمان على سكر مثل الجلوكوز، الفركتوز والجالاكتوز يلي معرف عليهم الجسم بطريقة كتير سهلة ومنه بحاجة لأي عمل بدني حتى نحن نخسر من وراهن عدد السعرات الحرارية اللي منكون اوريدي فوتناها على جسمنا. مشاهدينا، إذا كنتوا بتعانوا من فقر الدم، الكيوي المجفف والتوت البري المجفف هن مصدر كتير مهم. أولاً لا نسبة حديد مرتفعة لفيتامين ولا فيتامين بناف أو أسيد فوليك عالي، وبنفس الوقت فيهم كمية سكر بتغنينا إن نلجأ للمأكولات اللي فيها سكر تنحس حالنا قوية وقبضيات. إذا أنتم أشخاص بتعصبوا كتير وبتحسوا إنه فشلة خلقكم الوحيدة هي بس إن ناكل حلو وسكر، فينا نستبدل هالحلويات بالفواكه المجففة مثل التمر والمشمش المجفف. بقلبهم وبداخلهم في كمية كتير عالية من البوتاسيوم ومن المغنيسيوم يلي لما يدخلوا على الجسم بيأمنوا معدل عالي من السيروتونين والميلاتونين، هالمتين الأساسية ليحسنوا لنا مزاجنا ويخلونا ما نتوتر على أقل نوع تعصيب. بتعانوا من مشاكل إمساك وما بتعرفوا أنه ممكن إذا زدنا السكر يلي موجود بالفواكه المجففة هو حل لحتى نصير في عنا عملية عبور يومية ونظامية، زيدوا 3 حبات من الخوخ المجفف أو التمر على الريق بعد كباية المي لحتى تأمنوا عبور لجسمكم ودخلة على تواليت سهلة جداً جداً. مشاهدينا، بتعانوا من دقات قلب سريعة أو اضطرابات بالقلب وممكن يكون في أي عارض بالبيت أو أي عامل وراثي لسكتات دماغية، الفواكه المجففة بتحتوي على نسبة بوتاسيوم عالي بتخلي دقات القلب منتظمة، وبنفس الوقت بتخلينا نحس حالنا دايماً شبعانين وما نلجأ للمأكولات الدسمة يلي بتحتوي على مواد أو دهون غير مشبعة. إذا كنتوا بتعانوا من مشاكل بالعيون أو بالنظر، فيكن تدخلوا المانجا المجففة أو الأناناس المجفف. نسبة البيتا كاروتين والفيتامين سي الموجود بداخلهم بيخلينا نحمي شبكة العين ونخليها دايماً نقية ونظيفة. لكل اللي فاهمين أو اللي بيفكر إنه ممكن تكون هالفواكه المجففة هي مصدر لتعلي معدل السكر بالدم، هالمفهوم غلط. لحتى نخلي معدل السكر بالدم منتظم، نحن لازم نأمن 3 وجبات من الفواكه يومياً يمرقوا بين وجبات الكبار.
فتلات حبات أو أربع حبات من التمر، من المشمش، من المانجا، من الكيوي المجفف أو حتى الخوخ راح يخلوا معدل السكر بالدم منتظم جداً. دخلوا هالمأكولات على غذائكم وعلى نظامكم وعلى هرمكم الغذائي وشوفوا إنه رح تقدروا تتفادوا كل المشاكل الصحية. رجعنا معكم من بعد حلقة ظهرنا فيها من الاستوديو وشفنا فيها قد ايه استخدامنا ونظرتنا بالأماكن يعني نحن معرضين إن نروح عليها أكثر، منا دكان، منا سوبر ماركت، منا حتى المطاعم اللي بنروح عليها، قد ايه بنشوف اختلاف بالأكلات، قد ايه بنشوف عن جد إنه في أصناف ممكن ندخلها على وجباتنا وعلى أكلاتنا ممكن تكون مفيدة. الفواكه المجففة شفنا قد ايه لها فوايد وقد ايه اذا استخدمناها بطريقة منتظمة ممكن يكون مفعولة قوي لحتى تدعم جسمنا، تدعم عظامنا، تدعم بصرنا، وبنفس الوقت تعطينا مثل هيك نوع من اللذة، نوع من البليزير لحتى نحن نكون عن جد عن جد عم ناكل قصص منحبها وبنفس الوقت ما نكون محرومين وعم نأمن طاقة لجسمنا. بفترة رمضان الجسم رح بيكون كتير بحاجة لأكلات تدعمه وتعطيه قوة. استخدموا هالوجبات الخفيفة بخلال فترة الليل لحتى تكونوا عم تدعموا جسمكم وعم تعطوه قوة. وما تنسوا تزيدوا السوائل لأنه نسبة السكر العالية اللي رح تدخل على الجسم رح تكون بحاجة بالمقابل لنسبة مي كتير مرتفعة. خلوا الجسم دايماً طري ودايماً رطب لحتى تقدروا تضاينوا مدة أطول كتير بصيامكم. طورونا بكرة بحلقة جديدة وبموضوع جديد.